لابد للداء هسه هذا اليهودي بيجي دغري بيخلعها بالباقر بيخلعها وبرميها بدي يمسح التاريخ تبعها سيارة ابوي سيارة الشيخ نام في بانهم شهر حاليا بدك تحكي ما ضلش حدا يعني اغلب اصحابي كلهم راحوا استشهدوا ولا بد من يوم انا بدي اسالك سؤال من الارض لمين ها في خيراتها كنت اقعد تحت اشجارها 12 سنه 13 واعي بلادي عارفها أنا بحب أضلهم في وطنهم في فلسطين ما بحب يطلعوا من فلسطين لأنه هاي أرضهم وأرض آبائهم وأرض أجدادهم يعني إنه إحنا راسخونا بالأرض كما هو الزيتون سنبقى بالأرض أنا كتير تشرفت فيكم منيح الحياة حلوة بحب أضل أضحى حتى نتحرر ونعيش زينا وزيهم